النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس، فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها، يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتشبه بالمرأة في لباسه، يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء، ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة، ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات، لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة، فيلبس الرجل ساعة المرأة. وأما الهيئة فأن يتمكيج ويتورس، وإذا قام يمشي كأنه امرأة، هذا أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب، يعني تتشبه به في القول في الكلام، تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته، أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقص حتى يرتفع عن كتفين، أو كذلك تلبس من الساعات والثياب لباس الرجل، فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل إذا رأينا رجلا معينا متشبها بامرأة هل نقول لعنك الله؟ لا، ما نقول لعنك الله، نعظه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك المرأة، لأن